الكثير من الأشخاص يتساءلون حول سرعة إنتاج لقاح كوفيد مقارنة باللقاحات في السنوات السابقة. ما الجديد في الموضوع؟ الجديد أن بسبب الجائحة وتأثيرها الاقتصادي الكبير، ركزت العديد من الدول جهودها في إنتاج لقاح. هذا طبعا أدى إلى تسريع العملية ووجود استثمارات أكبر، بالإضافة إلى أن التكنولوجيا ساعدت في تسريع عملية البحوث. تمكننا من الحصول على لقاح فعال في فترة قصيرة بسبب أن البداية لقاح كوفيد بني على نتائج بحوث ودراسات سابقة لفيروس كورونا كانت موجودة، بالإضافة إلى تركيز الكثير من الدول في الاستثمار في مجال تطعيم كوفيد، وذلك للوصول إلى حل سريع. لم تتأثر جودة البحوث، ولكن تسارعت عملية البحث العلمي ووصلنا إلى حلول عديدة وتطعيمات فعالة متعددة. طبعا تم اعتماد لقاح سينوفارم في الدولة بالبدء من عمر 16، وذلك بناء على النتائج الأخيرة لموضوع فعالية لقاح كوفيد عند الأطفال. فنتوقع مع تقدم الوقت سنجد أن التوسيع لنطاقات أخرى بناء على نتائج الفحوصات، فهو فعال وآمن من عمر 16 وما فوق. طبعا الكثير يسأل عن الفرق بين اللقاحات المختلفة. اليوم قد تكون فعالية اللقاحات مهمة، ولكن الأهم من ذلك الوقاية من كوفيد. فالنصيحة التي وجهها للجميع سرعة الحصول على اللقاح أيا كان. اليوم لقاح سينوفارم ولقاح فايزر كلاهما مرخص في الدولة وأثبت فعاليته في الوقاية من مضاعفات كوفيد والوفيات، ولذلك أنصحكم بأخذ اللقاح. طبعا اللقاح السبب الأساسي من وجود اللقاح هو ثلاثة أشياء: الوقاية من الوفيات، الوقاية من المضاعفات، والوقاية من الإصابة. اليوم التطعيمات الموجودة أثبتت فعاليتها بنسبة 100% بالنسبة للوقاية من الوفيات والمضاعفات، وبنسبة كبيرة جدا تختلف من لقاح إلى آخر في الوقاية من المرض بشكل عام. اليوم اللي أبقى أوصله للجميع أن احتمالية الإصابة بالمرض إذا أخذت اللقاح تكون ضعيفة جدا، ولكنها موجودة، ولذلك نوصي الجميع باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بما في ذلك لبس الكمامات والتباعد الجسدي. هناك فئة مستثناة من أخذ اللقاح في الوقت الحالي لعدم توفر دراسات كافية، بما في ذلك السيدات الحوامل، السيدات المرضعات، أو أي سيدة تفكر في الحمل خلال 3 شهور القادمة. أيضا الأشخاص الذين لديهم حساسية من لقاح سابق وليس كافة أنواع الحساسية. طبعا يعد تلقي اللقاح لفئة كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ضرورة مهمة جدا للجميع، وذلك لأنهم أكثر عرضة للمضاعفات، وبالتالي التطعيم يوفر لهم الوقاية والحماية اللازمة من مضاعفات مرض كوفيد. لا توجد أطعمة معينة أو أدوية تقلل فعالية اللقاح، ولكن ننصح الأشخاص بأنهم يتناولون الأغذية الصحية التي تعزز المناعة ومضادات الأكسدة بشكل عام. إذا كانوا يأخذون دواء معين يجب استشارة الطبيب، ولكن لا يوجد تعارض مباشر مع أي دواء. بالنسبة للقاح سينوفارم المعتمد في الدولة، فهو مصنع بالطريقة التقليدية التي تم تصنيع فيها التطعيمات السابقة، وبالتالي الخيارات أو المضاعفات المتوقعة على المدى القصير هي مثل أي لقاح آخر، ولا توجد مضاعفات طويلة المدى. لا ننصح الأشخاص بالخلط بين تطعيمات مختلفة، فإذا بدأت في نوع معين من اللقاح يجب أن تكمل الجرعة الثانية من نفس اللقاح. بالنسبة للمتخوفين والمترددين في أخذ اللقاح، أنتم اليوم بين خيارين: الإصابة بالمرض أو أخذ اللقاح للوقاية من المرض. الخيار لديكم، ولكن تذكروا أن التطعيم فعال وآمن للوقاية من كوفيد. ليكن خيارك التطعيم.